مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. أعلن مغني الراب تراب كينغ عن رفع نوميديا للزول دعوى قضائية ضده بسبب تصريحه في كليب أنا وانتي، والذي كان ديو غنائي بين نوميديا للزول وكادر جابوني. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير. هذه ستور سبيسيال ماتش ريبوندي والتساؤلات لم يبعثهم لي الهضره اللي تدور في لي باج باللي اسكو انايا اش كاتبيا هذيك اللي قلت لها شريتي ليفي وبدا منه سي فريش كاتبيا ماشي البارح ماشي له البارح، هذا 15 يوم والجلسه الاولى جازت وانا ما رحتش باسكو كنت مشغول. ما حبيتش نحكي في هذا الموضوع باسكو سيتي نافير بانال وتبين المستوى تاعهم هذو اللي مطيحين لكم خشان مي طونك هضروا في لي باج لازم نوروا الراي العام. اش كاتبيا والتهمه اللي وجهتها لي هي قلت لي معزه وشنو حاجه الملفته للانتباه، من تحت كتبوا لي تهمه معزه ومن الفوق كتبوا لي باللي سب والشتم والتشهير وانتهاك الحرمه وجنحه. دونك الا عندك حل بينا كي تاكل عليهم واصلين ما يغرقوا فيا، ديري في بالك بلي الدوله تاعنا فيها قانون وفيها عباد رجال فوق الحلابين تاعك يمشوا مع الحق، وكاين الشعب او شاف ستوري وشاف الفيديو. المهم خوتي كما قلت لكم لافير هذه ما عندهاش زعما يومين ولا 3 ايام، راهي صافي 15 يوم ملي لحقني التبليغ هذاك والجلسه الاولى جازت. ما حبيتش نهضر في هذا الموضوع خاطر ما يستاهلش نحكيوا عليه في لي ريزو، مي كي لحقت لي باج لازم نخرج نوركم باش ما يحكوا لكمش حاجه خلاف، باسكو هاد الناس عندهم لي باج يدعموهم عندهم دي باج مخلصينهم يخدموا لي صالحهم، لازم انا نحمي روحي بفيديو. ثانيا نفتح لكم قوسين، ما جيناتهاش مازه، جيناتها كي جات للبريفي ولقاتني مش كيما الحلابين اللي تعرفهم لي زارتيست هادو، بعثت لي في البريفي طلق في حلاوتها تقول لك بالك يطلق روحه ولا نحكم عليه كابتير ومنون مانيبيليه. شفت باللي السيد اللي في ستوري هو اللي في البريفي دونك دا قتلها، تعرف هادو النرجسيين ما يامنوش بلي كاين عباد ما يحلبوهمش، هادي هي. دونك كي دا قتلها راح تحوس في الفيديو على كاش ديفو، لقات غير معزة حكمتني بها عطيها الصحة بصحتك. السلام عليكم. لعرض اعلاناتكم على باخة باستارز تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام.